في مقاديره هنشوفها حل. 3 أرباع كيلو من البطاطس المسلوقة المتقطعة شرايح أصغر من صينية البطاطس ويعني بشوية يعني مش تخينة قوي، وخدناها حاجة اسمها البلانشي يعني دخلناها في مية بتغلي وشلناها على طول من المية اللي بتغلي. عندي 3 أرباع كيلو أوراق سبانخ، وعندنا كمان 250 جرام من الجبنة الفتة اللي هي الجبنة البيضة، وعندنا رشة جوزة الطيب، معلقة من المستردة، وبصلاية وفص ثوم، ومعلقتين زيت، ومعلقتين زبدة، واتنين بيضة، وكوباية لبن. تاني نقول المقادير، كيلو بطاطس عشان ما نعقدش الدنيا، وكيلو من السبانخ الأوراق، يبقى كيلو من البطاطس متقطعة شرايح ومية بتغلي بملح حطيناها فيها لمدة 3-4 دقايق وشلناها. عندي كمان هنا كيلو من أوراق السبانخ، عندنا ربع كيلو من الجبنة البيضة الفتة، وعندنا كمان رشة جوزة الطيب، ومعلقة من المستردة، وفص ثوم، وبصلاية، ومعلقتين زيت، ومعلقتين زبدة، واتنين بيضة، وكوباية من اللبن. يلا نشتغل، يلا نشتغل. أول حاجة هناخد البطاطس نحط